لأول مرة تقوم منظمة الانتربول بتنسيق عملية تستمر على مدى 60 يوم من العمل. هذه العملية أطلق عليها اسم عملية العين الساهرة، والتي كانت بالشراكة مع السلطات وأجهزة إنفاذ القانون في جمهورية مصر العربية. هذه العملية استهدفت جميع أنواع الإتجار بالسلع غير المشروعة والإتجار غير المشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اشترك فيها جميع أجهزة إنفاذ القانون المصرية بتنسيق من وزارة الداخلية وبتنسيق من المكتب المركزي الوطني للانتربول في القاهرة. كان هناك تواصل شبه يومي على مدار 60 يوما فيما بين الأمان العام للانتربول في ليون والمكتب المركزي الوطني للانتربول في القاهرة، بحيث يتم رصد المعلومات، تحليلها، ومن ثم إعادة إرسالها إلى المكتب المركزي الوطني في القاهرة ليتم تمريرها إلى باقي أجهزة إنفاذ القانون العاملة في الميدان. الحقيقة عملية العين الساهرة هي عملية تشاركت فيها العديد من أجهزة إنفاذ القانون. فالعين الساهرة هي عين الشرطة، هي عين الجمارك، هي عين أجهزة إنفاذ القانون التي ترصد، التي تراقب، والتي تضبط في النهاية جميع أنواع البضائع والسلع التي تهدد الصحة والسلامة العامة للمواطنين. لا شك أن مكافحة هذا النوع من البضائع، وكما تم الاتفاق عليه مع السلطات المصرية، له الأثر الكبير في خلق فرص العمل أمام المواطنين ومنع الاحتكارات للأسواق، وبالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي تبعات وأي مساس به، لا سيما من خلال تحفيز المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية إلى الاستثمار أكثر، إلى بذل جهود أكثر في هذا المجال، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. تميزت عملية العين الساهرة حقيقة بالضبطيات النوعية والمواد الغير المشروعة التي تميزت بنوعيتها خلال هذه العملية، حيث قمنا بمراقبة مختلف أنواع البضائع ولم نقتصر فقط على نوع محدد. خلال عملية العين الساهرة قمنا بضبط كميات من الآثار كان يعد لتهريبها إلى خارج جمهورية مصر العربية ولا تقدر هذه الآثار بثمن. قمنا بضبط شحنات من المخدرات كانت سيتم عبورها وإدخالها إلى مصر أيضا. قمنا بضبط العديد من الأسلحة والمواد الغير محظورة، المواد الغير مشروعة والمحظور تداولها، تم أيضا إدراجها ضمن عملية العين الساهرة. هذه العملية أيضا استهدفت جميع أنواع المستلزمات والمنتجات الخاصة بالاستخدام اليومي للمواطنين، بالإضافة إلى المواد الغذائية وبعض المنتجات الطبية اليومية الاستعمال. حقيقة عملية العين الساهرة تمثل حاليا نجاحا فريدا للتعاون فيما بين الأمانة العامة لمنظمة الانتربول وأجهزة إنفاذ القانون في جمهورية مصر العربية. نسعى من خلال استراتيجيتنا إلى تعميم هذا النوع من العمليات على مختلف دول الإقليم، ودعوة أكثر من دولة لتكون مشتركة في هذه العملية، بحيث نستطيع أن نعمم هذه الفائدة على مختلف الدول. هذه العمليات تعكس مدى مهنية ومدى احترافية التعاون الشرطي فيما بين أجهزة إنفاذ القانون عبر إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.